ايه رأيك يا ريس في اللي حصل في جزيرة الوراق؟ يرضيك ان الاهالي تطرد من بيوتها اللي عايشين فيها من سنين؟ مش هنبيع، مش هنبيع ومش هنمشي، زودوا الحصار، هتاخدوا التورتيه دي على جثتنا، على جثتنا، مش هنمشي ومش هنسيب بيوتنا عشان احنا ميتين، اللي عنده استعداد يموتنا يتفضل، غير كده مش هنمشي. اعلام اهل الشر شغالين، الحق الوراق. النهارده لا حديث الا عن ما يجري في الوراق، جزيرة الوراق. في صفحة اسمها الوراق اليوم، الوراق بقى ليها صفحة اسمها الوراق اليوم. ايه الحق بتوع الوراق؟ يطلع معتز مطر يعني عامل زي الشيطان يتكلم بتوع الوراق واهالينا في الوراق اللعبه القذر اللي بتتعمل على اهالي جزيره الوراق وحصرهم، تزوير عقود بيع بيوتهم باسامي ناس من خارج الجزيره عشان الامارات تاخد البتاع كده. الدوله خدت قرار انه لابد من ازاله اي تعديات خاصه باراضي المملوكه للشعب، مش مملوكه للدوله، الاراضي دي بتاعه الشعب. ايوه منتهى السرقه والنطاعه يعني. وعرضت لحضراتكم الاهالي هما بيطردوا قوات امن السيسي. طب حضرتك ده بقى بيتي ما تقفش عندي حضرتك. ماشي انا كده حضرتك، انت انا بيتي هنا وحضرتك بعد اذنك امشي. يلا كليه الاستثمارات. لا ده كليه الاستثمارات. كليه استثمارات. لم افرازاتك دي بقى واتكل على الله، وما دام جبت ورقه ومتصوره يبقى خد نفسك. كل اللي بيحصل لاي ورقه ده من السيسي هو هدف تهجيرهم من بيوتهم، واللي مر بمراحل كتيره جدا منها محاوله اخذ البيوت، وكان في حيله ونصب وتزوير. العصابه راحت عملوا خلت ناس تعمل محاضر كيديه في الاهالي اللي محاصراهم زي حصار السيسي ونتنياهو لغزه. ارض زراعيه النهارده المواطن اللي عنده فدان ارض زراعيه حضرتك بياخد قدامه كام؟ عم الحداد بتحدد يا عم الحداد شبعت من الكتاكيت. الموضوع هنا مش انا خدت الارض عشان ابيعها، مش خدت الارض عشان ابيعها للاماراتيين ولا ابيعها لاي حد. جديده ولا قديمه دي؟ قديمه جدا. عايز فلوس هياخد 6 مليون جنيه. بتقول لي بجيب الفلوس منين؟ ما تسكت. يعني خدنا الارض النهارده والاخوه في الامارات جم خدوا الارض واستلموها وبنوها وعملوا ابراج وطردوا اهل اهالينا. هو في حاجه كده بتحصل في مصر؟ لا والله، والله امنك واستقرارك يا مصر تمنوا حياتي انا. لا تاني. حصلت قبل كده؟ حصلت؟ ايوه. حد خد بيتك ورمات بره؟ ايوه. حد خد بيتك ورمات في الشارع؟ حد خد بيتك وما لقيتش مكان غيره؟ حد خد بيتك وما عندكش سكن بديل؟ ايوه. افضل منه واحسن منه واحسن منه، وانا بقول لك احسن منه. طيب هل اهالينا في جزيره الوراق هيرجعوا يسكنوا؟ فوق كده يا مالك وركز معانا عشان عايزينك في حوار على السخان. لن اسمح ابدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وحد يتصور ان هو لا والله يعني جه اخد حقنا مظبوط؟ يا ناس ايه؟ امال ايه؟ لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل كره مصر. احنا ما بنخافش غير من ربنا بس، لكن غير كده ده كلام ما يرضيش ربنا. وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يا نوقف ونبقى بدوله مظبوط، يا سيب مكاني وامشي من هنا، يا سيب مكاني وامشي من هنا، ويبقى اي حد تاني جاي يتولى البلد ديت يضيعها يخربها زي ما احنا شايفين كده. انا كنت امبارح بكلمكم بقول لكم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه، ان اللي كانوا بينزلوا الاشرار كانوا بينزلوهم ب 20 جنيه وشريط رمضان ادي باكيته و 20 جنيه وشريط رمضان ل 100,000 انسان ظروفه صعبه، ظروفه يا دكتور مصطفى انزله يعمل حاله. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. بكام؟ لو انا مش هديله بقى 20، الدنيا غليت، هديله 1000 جنيه. هديله كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شفت. اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه. تفكير شياطين. يعني 30 مليون دولار. في ناس بتصرفهم في حفله. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هو احنا اشرار؟ قوي. ولكن ظرفاء قوي قوي. لا، اذا كنا احنا مقتنعين وانا بتكلم بمنتهى الجديه والحزم في الموضوع، الموضوع ده لن اسمح به. وربنا قال لهم كده، ربنا ولاهم في مناصبهم وخلى لواء وخلى مدير امن وخلى ضابط عشان خاطر يدوس على الغلبه. اي، ولازم تتخذ بيه اجراءات دكتور مصطفى مدبولي مع كل المحافظات ومع كل التعدي، وانا جبنا معدات هندسيه تكفي
في ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام دوت بالمعدات الهندسيه. مهما يحصل مش هنمشي، مش هنبيع، مش هنبيع ومش هنمشي. زودوا الحصار، اعملوا اللي تعملوه فينا. احنا ما قدامناش غير حلين اتنين، يا تدونا حقنا يا هنموت في الجزيره. انا بقول الكلام ده مش هينفع ان احنا دوله تتحول للكلام اللي احنا بنعمله ده. كعبطه انا جبت عرضته هنا عليكم عشان تعرفوا انا بتألم وبتعذب كل يوم ازاي. حلو قوي دي. وانا بشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت واهلها بيدمروها. انت يا اخي احمص. طب انت عايز تبني؟ خليني انظم لك وابني لك. انا اللي ساب بيته النهارده هيتبني له النهارده، وهقول لك دلوقتي صورنا ايه، ويرجع يسكن في شقه افضل من اللي كان فيها. خطط لك الارض واقول لك ابني هنا حتى لو كانت على ارض زراعيه. مش اسمح لك يا ابن ان انت اللي تفرض عليا انا اعمل ايه وما اعملش ايه يا ابني. يبقى الموضوع متنظم ومترتب، انما كده لا لا لا. معقوله؟ ايوه. بمرافقها؟ ايوه. ايوه. ابراج؟ ايوه. ايوه. تخطيط؟ ايوه. ايوه. استثمار؟ لا. 100% ايه؟ لا 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 لا. الوراق بقى ليها صفحه اسمها الوراق اليوم، اخبار بقى والنضال، واحنا يعني يا نجيب حقها يا نموت زي. وليه نجيب حقها ونموت زي ليه؟ حضرتكوا عارفين موقفي انا من البيع. بيع يا عم، جالك ارض تمام سعر هايل، بيع يا عم. انا عندي ايه غير المصلحه؟ المواطن الحلوف، وهنا حلوف مع الاعتذار للحلوف جاي من فكره انه يعشق التمرمغ في النجاسه والوحل بتاع الاكاذيب، ووحل فكره الدوله القويه المسيطره ايا كانت الجرائم اللي بترتكبها. ليه يا جماعه؟ ما نتكلم، احنا مصريين ولا مش مصريين؟ احنا قاعدين بنتكلم مع ايه؟ اشقائنا المصريين. احنا في مصر ما بلاش نميز، ومش مقبول ان احنا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على اساس ديني. يعني اعداء؟ هو الشرطي ده ولا الاداره دي والمصريين؟ ما كلها اولادكم. وبعدين انتوا في النهايه بتشتغلوا في نفس المكان، يعني انتوا اولادكم بيشتغلوا في نفس الحكومه في نفس الاداره، بييجوا يتعالجوا في الحكومه. انت مش مثلا دوله الوراق المستقله؟ لا والله، كان بيقول لك اللي قبل امام شكري ضرب طلقه، لو في كل راجل يقوم يديني طلقه، لو عندكم كفاءه انا جالكم طولي. في لو راجل بقى عنده كفاءه، ها في لو راجل انا مش شايف فيكم رجاله خالص. اللي معاه ورق خلاص، اللي ما معهوش والارض دي بتاعتنا، ده المال اليتيم بتاع الدوله. والارض دي مش بتاعتنا، مش بتاعت انا شريف اسماعيل او انا عبد الفتاح، لا بتاعتنا بتاعت الدوله. انا الدوله مش انا عبد الفتاح. ليه فلوسها هتروح لمين؟ انا نفسي حد بس يكتب لي تويته كده انها هتخش في جيب فلان. خلي بالك، انت عارف يعني ايه صندوق انا اشرف عليه؟ عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه؟ يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. تحيه لاهالي جزيره الوراق اللي بيدافعوا عن ارضهم، واللي واقفين زي الشوكه في زور المستثمر الاماراتي. طب والله هياخدوا شقه احسن من شقه الواد محمد ناصر ده، والله احسن من شقه اهله، والله هيسكنوا في شقه العيال اللي هربانه دي ما عندهم زيها. انا بحلف لكم بالله. انا هقول لك حاجه تصدق وتؤمن بيها. يا ريتني كنت انا يا اخي. تكرايز. والله يا ريتني كنت انا.